السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع حلقتنا النهاردة يا جماعة، زي ما انتوا شايفين انا معايا السمان الصغير ما شاء الله لا قوة الا بالله. هو عمره دلوقتي حوالي 21 يوم. طبعا انا دبحت الامهات الياباني الكبيرة يا جماعة علشان اقدر ان انا اوفر لهم مكان، لان زي ما انتوا شفتوا في الفيديوهات اللي قبل كده ان هم كان المكان ضيق عليهم جدا. ولما جربت ان انا احط السمان الياباني مع السمان الابيض ضربوا بعض جدا وبدأوا ان هم يكسروا في بعض، كانت مشاكل جامدة قوي. ولما جربت برضو ان انا احط السمان الابيض مع بعضه مع ان هم اخوات، بس للأسف ضربوا بعض برضو ضرب جامد وكانوا هيموتوا بعض. فاضطريت ان انا اذبح السمان الياباني وكل الامهات والله كانت بتبيض، ودي خسارة يعني، بس علشان اوسع مكان للسمان الصغير. وطبعا انا وسعت لهم، قسمتهم بالنص يا جماعة، وبدأت ان انا انزل بالعلفة ال 21% بروتين الحبة الكاملة قدامهم، ما عدتش بطحن لهم اكل. طبعا ولما قسمتهم برضو يا جماعة حطيت لهم مضاد حيوي وقطع سنة، بس يوم واحد بس حطيت للاتنين. وطبعا انا باستمرار بحط الاملاح المعدنية ومجموعة من الفيتامينات البودر بحطها بلخبطها على العلف، مش بحطها لهم لوحدها. يعني في ناس قالت لي حطها لوحدها، بس لازم يا جماعه تتلخبط على العلف لان لوحدها هياكلوها ازاي، وهي مهمه جدا لصحه السمان. في ناس كده بتحب دايما ان هي تطلع باختراعات. طبعا صدف البحر المكسر برضو يا جماعه بنجيبه من عند العلاف بيبيع الحاجات دي كلها او الصيدليه البيطريه، بنلخبطه برضو على العلف علشان عظمهم، لانه كله عبارة عن كالسيوم وفسفور، حاجات طبيعية للسمان. وزي ما انتوا شايفين ما شاء الله لا قوة الا بالله، انا عندي السمان بصحة جيدة. ولو انتوا حابين ان انا مع العلم ان انا نزلته في فيديوهات قبل كده، انزل لكم انواع العلاجات وكسر صدف البحر، ممكن اوريه لكم في الحلقة الجاية ان شاء الله لو انتوا حابين يعني. بس هو انا نزلته في فيديوهات قبل كده كتير، فالناس اللي بتتابعنا على طول ما بحبش ان هي تتفرج على حاجة مكررة. وبكده يكون انتهى الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.